لاعب اخر مميز وسط ملعب مهاجم متاسس بشكل جيد جدا، كنماذج كثيره الحقيقه قدمناها هنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي الحقيقه مشكورين، وفريق الاعداد الحقيقه بيقدم مجهود كبير جدا، وكل ده الحقيقه لخدمه الكره المصريه سعيد، لان اكيد حضرت معايا حلقات كثيره جدا جدا كنا بنقدم فيها هذه النماذج. هاخد من ده ومنتخبنا، منتخبنا يمكن المتاخر دلوقتي امام غينيا بيساو بهدف بعد الشوط الاولاني بهدف غير متوقع الحقيقه، لان كان سير المباراه كانت المباراه ماشيه في وسط الملعب، لكن تاثير دوت تاثير اللعيبه المحترفه، وعايز اخدك للنقطه دي، تاثير اللعيبه المحترفه الموجوده في منتخب مصر والعدد القليل اللي بيتناقص الحقيقه سنه بعد سنه بيأثر ازاي؟ انت شايفه تاثيره ايه على منتخب مصر؟ شوف يا كابتن، انا بشوف تاثير غياب الجوده العاليه للاعبين داخل قاره افريقيا عموما واضح جدا، يعني مش المنتخب المصري بس بل كل المنتخبات او غالبيه المنتخبات الافريقيه تاثرت بالاساس لغياب الموهبه العاليه. يمكن احنا في مصر ضررنا اخف شويه لاننا مش معتمدين من بدري غير على الموهبه المصريه اللي اتربت في مصر ونشات في مصر وتعلمت في مصر، في حين ان المنتخبات التانية اللي سرق منها اهم المواهب، وده هنشوفه واحنا بنتفرج على اليورو، نسخه هتلاقي نصفها افريقي ونصفها مجنس، لاعبين مهمين جدا خرجوا، لكن المنتخبات القادره على الاحتفاظ بده، اهم نسخه متطوره لمنتخب افريقي في العصر الحديث منتخب المغرب. ليه؟ لانه قدر يشتغل بشكل جيد جدا او يعمل بشكل جيد جدا على انه يستقطب الناس اللي تاسست كويس في اوروبا، انه يجيب اهم المواهب في اوروبا، ان يجيب اهم لاعبي اللي نشأوا مع اسرهم في اسبانيا في انجلترا في فرنسا في بلدان كتير. فبشوفها هي نقطه مهمه جدا، خاصه ان الجاليات العربيه والجاليه المصريه عموما في سنواتها الاخيره اهتمت قوي بان ابنائها يلعبوا في انديه وينخرطوا في انديه. يمكن احنا ما كانش عندنا الكم ده يا كابتن هاني حقيقي. في سنوات سابقه مظبوط كنت هتلاقي صعوبه يا كابتن هاني لو انت حاولت تعمل المبادره اللي برنامجك اطلقها في وقت قريب، لو عملتها من 15 سنين ربما كنت تجد صعوبات في انك تلاقي كل اسبوع موهبه، لكن انت النهارده قادر بفريق اعدادك كل اسبوع تشوف نموذج جديد مش هيؤتي ثماره النهارده ولا بكره، لكن شويه على مدار 5 سنين بس لازم نشتغل عليه من دلوقتي. بالظبط، يعني لازم من دلوقتي نشتغل عليه، يعني انت بتشاور والمفروض في خطط وفي ناس بتشتغل وفي ناس بتعمل بجديه وترجم ده لخطط على الارض وبالتالي تجني. ده اللي حصل مع منتخب المغرب بالتحديد. النهارده منتخب المغرب مش في يوم وليله اصبح هذا النموذج القوي، لا هو بقاله سنوات بيعمل من خلال مخطط. بس انا شايف بيني وبينك يا سعيد ان مفيش حتى استجابه حتى على مستوى منتخب الشباب، منتخب اولمبي، في بعض يعني حتى منتخب الاولمبي يمكن كان ليه تجربه مع ساحل العاجل، تجربه فقيره جدا الحقيقه، وما فيش ما شفناش العناصر ده. بلال مظهر بس ظهر في المنتخب الاولمبي، لكن ما فيش زي ما بتتكلم كده، ما فيش بلان، ما فيش خطه مطروحه من الاتحاد المصري ان احنا نتابع هذا الملف ونتابع الولاد دول، واحنا ما بنقولش خلال سنه سنتين هيبقى عندنا 30 لعيب محترف او بالظبط، لكن هتاخد وقت شويه ولكن ده مهم. طيب نرجع لمنتخبنا، شفت ازاي قبل ما نتكلم على هنتابع معاكم مع الساده المشاهدين مباراه غينيا بيساو، لكن مباراه بوركينا فاسو شفتها ازاي من خلال الرؤيه الفنيه، من خلال الشكل الفني او التكتيك اللي لعب بيه الكابتن حسام حسن؟ انا بشوف ان بدايه الكابتن حسام حسن سواء امام بوركينا فاسو او غينيا واحنا قدام المنافس المباشر على بطاقه التاهل، بالتاكيد انا معاه تماما في ان انا ابحث عن الطريقه الاسهل والاكثر اختصارا لتحقيق الفوز. يمكن ربما ده اللي حصل امام بوركينا فاسو بالتحديد، كانت هناك جرأه شديده جدا جدا في اختيار طريقه لعب الفريق ما او المنتخب لم يعتاد عليها من قبل، ربما دي كلها ثمار مستقبلا في انك تستطيع انك تعدل من الشكل لو حصل عندك ظروف اصابات، لكن في النهايه هي خطوه ربما لم يكن وقتها. يعني ايه؟ يعني انت كان بالنسبه لك مفاجأة. مفاجأة يمكن الظروف خدمتنا في اول 10 دقائق ان تريزيجيه، لا مفاجأة تغيير انك تلعب 3-5-2 وخاصة مش بالعناصر اللي تقدر تقوم بالدور ده. يعني انا عشان اعمل ده عايز ظهيرين متقدمين قادرين على ممارسة الادوار الهجومية بشكل فعال، ياخد الخط كله بالظبط وقادر يلعب دور مهاجم. يعني عمر كمال ممكن يعملها في ناحية اليمين، ممكن فتوح مستقبلا، لكن انت مش جاهز بالعناصر دي، فاذا في صعوبات. لازم يكون الوينجر قادر يكون قريب من المرمى هداف زي تريزيجي، نموذج كويس جدا. عمر مرموش هيكون اكثر فاعليه فيها، لكن دايما الكابتن مدربي المنتخبات بيبحث عن الطريقه اللي تلائم لاعبيه. يعني انا ما بقاش لعيب عندي معظمها و90% منها بيلعب 4-3-3 او 4-2-3-1 والعبه بنمط
مختلف تماما في مباراه مهمه جدا. هي مغامره غير محسوبه، لكن القدر والتوفيق كان معانا فيها. النهارده قدام غينيا برضو كان في مغامره ان انا العب باحمد سيد زيزو. ايه المغامره اللي كانت في مباراه او المباراه اللي شغاله دلوقتي؟ الاصرار على احمد سيد زيزو مع محمد صلاح، اثنين بيلعبوا في نفس منطقه تضارب ادوار، واقفين في مساحه ضيقه جدا. الغريب بالنسبه لي، انا توقعت ان هلاقي احمد سيد زيزو في مركز الجناح الايمن وصلاح يدخل كمهاجم ثاني في بدايه المباراه جنب مصطفى محمد ووقوفه بعد ما دخل. لكن اللي كان مفاجئ ليا ان صلاح وتريزيجيه وزيزو واقفين في نفس المنطقه في العمق، ومحمد هاني هو اللي بيشغل ادوار الجناح، بيتقدم يشغل ادوار الجناح. فبالتالي اذا كنت انت شايف ان زيزو هيفضل في العمق، ليه مش امام عاشور؟ هو يعني امام عاشور هو اللاعب المميز في العمق، هو اللاعب الاكثر ابتكارا، اللاعب الاكثر قدره على خلق الفرص، بيعرف يلعب، عنده الحل الفردي. زيزو يجيد فقط على الاطراف. فكان بالنسبه لي الفكره ان ليه يعني كنت بتفضل ان زيزو يا زيزو يلعب على الخط، يا اما يكون امام عاشور يعني من بدري على الخط، وتلعب براسيل حربه محمد صلاح او شادو سترايكر شويه تحت مصطفى. بالظبط كنت متوقع ده، لكن ده ما كانش موجود. الحاجه الثانيه كابتن، في حاجه غريبه جدا اتركز فيها وتشوف الحالات بعد المباراه. احنا عندنا ست مهاجمين على خط واحد، يعني هاني بعد خطوتين، محمد صلاح بعد خطوتين، زيزو بعد هتلاقي الست لاعبين واقفين على نفس الخط، مسهلين جدا عمليه ان انت تحدد رقابتهم وتحدد المساحات حواليهم، فمش قادر تختلق فرصه. الدعم اللي جاي من نص الملعب، مفيش دعم، انت خلاص انت لعبت بسته، بتهاجم بسته، فبالتالي انت محتفظ بمروان وحمدي علشان يغطوا التقدم اللي حاصل من هاني ومن محمد حمدي. فبالتالي الانتشار سيء جدا الشوط الاول، انتشار سيء عدد كبير، يعني ما اقدرش اقول مفيش كثافه هجوميه، لا، كابتن حسام جريء جدا وعنده عدد كبير جدا في تدخل، بس غلط، واقف غلط، واختيارات غلط. فبالتالي امام عاشور مكان احمد سيد زيزو هيبقى عنصر مفيد جدا. ايضا عمر كمال ومحمد حمدي، ولا واحد من الاثنين عنده الابتكار، يعني هما الناس بتقف كويس، بتدافع كويس، بتكمل وتقف، لكن اللقطه الابتكار، امتى هتراوغ، امتى هتعمل 1-2. مش شايف برضو سعيد ان عندنا مشكله في بعض المراكز على مستوى بقى، انت بتتكلم عن منتخب مصر، احنا عندنا لعيبه كتيره جدا جدا، لكن العمليه بتقف. ان المشكله اللي دخلنا فيها في مباراه بوركينا انك محمد حمدي موقوف، اصابه فتوح، وبالتالي ما عندكش كمان باك شمال موجود، او كابتن حسام مش شايف باك شمال في مصر كلها يقدر يلعب مباراه بوركينا فاسو. شوف يا كابتن، هو تاثير احمد فتوح، غياب احمد فتوح تاثير كبير جدا، لان فتوح لاعب ظهير فعلا قادر على تقديم ادوار هجوميه مهمه، لكن الاعتماد على محمد حمدي كبديل ليه، انا شايفها محمد حمدي مش يعني ليس الظهير الانسب لمنتخب مصر. انا لولا بس محمد شكري كان اتعور، اعتقد كان من افضل العناصر الموجوده في الدوري المصري، مقدم موسم جيد جدا، لكن انا يعني تقديري الاكثر جاهزيه والاكثر حاله معنويه ونفسيه وفنيا هو عمر كمال. عمر كمال في يعني في الفتره الاخيره مقدم اداء هايل جدا جدا. وبالمناسبه كابتن، النادي الاهلي وهو بيخطط لضم عمر كمال، هو حاطط في ضمن معاييره زي انا هدعم الجهه اليمنى، هدعم الجهه اليسرى ايضا، وبالفعل قدم ادوار مهمه جدا في غياب علي معلول في وقت انا كنت متوقع بعد انضمامه واستدعائه للمعسكر، انت عارف جه المعسكر بعد طبعا الاصابه بتاعت فتوح، انا كنت متوقع انه هيبدا المباراه، لان هو ده يعني هو ده كان الحل الامثل. صحيح، بدل ما تغير طريقه اللعب كان ممكن تلعب عادي 4-3-3 وعمر يلعب في الجبهه اليسرى، لان عمر ما بقاش يجرب، يعني انت مش امام لاعب بيجرب فكره انه يلعب في مركز جديد عليه، خلاص هو بيلعب 4-5 سنوات قدر يلعبها، اجاد فيها، سجل منها، بيضيف ميزه غير موجوده للظهير، انه لما بيدخل قلب الملعب تبقى على قدمه الاساسيه اللي هي القدم اليمنى، قادر يسدد، قادر يخترق، قادر يقوم اصلا بادوار الجناح، انه يراوغ، لانه تبقى على عدلته في المراوغه. انت بتفتقد شيء واحد فقط، انه يصل الى الخط ويلعب كره عرضيه بقدمه اليسرى، انت مش محتاج دي، يعني انت ممكن تتخلى عن فكره ان يبقى عندك ظهير ايسر بيلعب عرضيه بقدمه اليسرى، لانك بالاساس مش معتمد على العرضيات كتير، او ممكن مزبوط تعمل كره عرضيه من الناحيه الثانيه. فبالتالي كنت شايف عمر كمال انسب، وبشوفه لحد اللحظه دخول عمر كمال مكان محمد هاني قادر يعمل اضافه مهمه جدا للمنتخب دلوقتي. طيب رؤيتك العامه بالنسبه لمجموعتنا، انا شايف ان المجموعه الحقيقه مجموعة مناسبة جدا، مجموعة يعتبر المنتخب المصري هو الأقوى على الورق. لا قدر الله نتيجة النهاردة لو طلعت، والنتيجة لغاية دلوقتي ما زالت لسه 1-0، تفتكر الموضوع هيبقى فيه شوية لغط بقى على مستوى، هنرجع تاني للانتقادات والكابتن حسام خد دوت والمفروض كان، يعني شايف الدنيا ازاي الفترة اللي جاية؟ شوف يا كابتن، يعني خلينا أقول إن إذا لم يستطع المنتخب المصري الصعود في ظروف مثل هذه ومع مجموعة
بهذه المستويات المتواضعه. فحقيقي احنا ناس لا نستحق ان نتواجد على الحقيقه اصلا بالاساس، يعني كمسؤولين عن الرياضه المصريه وعن اتحاد الكره المصري. هو مفيش فرصه هو فيفا هيعمل لك ايه تاني عشان تتواجد في كاس العالم؟ يعني انا بعمل لك كاس عالم هاخد 9 من افريقيا، بديك غينيا بيساو، بديك فكرني كده سنه 90 كانوا 2 ولا 3؟ اعتقد كانوا 2 ها؟ 90 مش متذكر 90 كان ازاي بالظبط، بس انا متذكر يعني. يا كابتن ان اصعب او اهم فتره واكثر امتاع لمنتخب مصر كانت في تصفيات كاس العالم اعتقد 2002 لما كان معانا منتخب المغرب، السنغال، الجزائر. انت متخيل يا كابتن احنا كان المشوار رايح جاي امتع من كاس العالم من حده وقوه التنافسيه، فكانت الامور صعبه جدا، ومع ذلك كل مباراه للمنتخب المصري كانت وجبه ممتعه جدا 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 جدا، وكنا بنعمل ماتشات هايله جدا، يعني ممكن ما تصعدش للجوله الاخيره ويفضل صعودك معلق، لكن كان ادائك هايل جدا. دلوقتي انت قدام فرص سهلة بشكل غير عادي، ليه أعقد على نفس المجموعة؟ ليه أروح أخسر من غينيا بيساو؟ أتمنى ألا نخسر من غينيا بيساو، لأن خسارتك النهاردة هتمثل عصرة وهتصنع وتخلق لنفسك منافس جديد. مفترض أنت داخل على الورق منافسك بوركينا فاسو، القدر ساعدك وكسبته، والقدر ساعدك وهو تعثر في تعادل في بدايته، إذا كنت قادر تعمل فجوة في عدد النقاط. النهاردة لو أنت خسرت بوركينا فاسو كسب، أصبح الفرق نقطتين، هو عنده مباراته في الإياب على ملعبه، فأنت قربت بوركينا فاسو قوي منك، دخلت غينيا في المنافسه، خلقت ضغوط. وانا كابتن انا بشوف ان في فجوه كبيره ما بين مستوى لاعبينا، مش عايزين نقلل من لاعبتنا طول الوقت، لا، احنا مستوى المجموعه دي اللي قدامنا في الملعب مقارنه بمنتخب ماما بالدي، يمكن انت في تعليقك قبل ما ندخل على الهواء بتقول هي الفرقه دي ما فيهاش غير ده، هو ماما بالدي لاعب ليون اللي سجل الهدف، اللي سجل الهدف بالفعل. هو على مستوى الافراد منتخب متواضع جدا، فانا ليه اخلق منافسه من لا منافسه؟ اتمنى ان احنا نتدارك ونقدر نعود، يعني عشان ما نصعبش الموضوع على نفسنا، لان احنا تحت الضغط بنبقى سيئين جدا بعد شويه. وده مهم جدا زي ما قلت كمان سعيد، انك المباراه ديت انا شايف ان كمان كانت يعني ذات اهميه زي مباراه بوركينا فاسو. ممكن يكون الفوز في مباراه بوركينا فاسو سهل الامور شويه، واحنا عارفين الامور لما بيكون عندك